صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 71 لسنه 2020 بالغاء الفقره سابعا من الماده الثانيه من المرسوم رقم 57 لسنه 2016 بشان تبعيه وتنظيم هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه جاء فيه الماده الاولى تلغى الفقره سابعا من الماده الثانيه من المرسوم رقم 57 لسنه 2016 بشان تبعيه وتنظيم هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه